نمر وإياكم إلى ملف النشرة، والذي تطرقت فيه كاميليا عبد اللوي إلى أحد أساطير المستديرة الجزائرية لسنوات السبعينات المرحوم جمال كدو. أيقونة اتحاد العاصمة في سنوات السبعينات، المدافع الأسطورة القوي الذي اختار الأسود والأحمر ألوانا لحياته الرياضية، فقيد المستديرة الجزائرية جمال كدو. ولد جمال كدو في 26 أفريل 1956 بالجزائر العاصمة، بقي وفيا للاتحاد في مسيرة دامت 12 سنة عرف فيها الحلو والمر مع أبناء سوسطارة. المرحوم كدو جمع بين دماثة الأخلاق والروح القتالية العالية في الميدان ومثالا خارجه، ما جعل المدربين الذين تداولوا على الاتحاد لا يفكرون في منح شارة القائد لغيره، وهو الذي أبكى الجماهير عند بكائه خلال النهائيات الأربع التي خسرها مع الفريق، ولم يهدأ له بال حتى حملها لاعبا سنة 1981 قبل أن يعود سنة 1988 ويهدي أصحاب الزي الأحمر والأسود الكأس وهو على رأس العارضة الفنية للفريق. كدو الذي أهدى الجزائر الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 1975 على حساب المنتخب الفرنسي، حمل ألوان المنتخب لأكثر من 40 مباراة كانت آخرها أمام المنتخب الأوكراني عام 1981. ليكون موسم 83 موسم تعليق حذاء جمال كدو، ويدخل بعدها عالم التدريب ويقود عدة فرق عاصمية أبرزها فريق القلب اتحاد العاصمة، شبيبة الأبيار ووداد رويبة، لينطفئ بريقه إلى الأبد في 16 نوفمبر 2011. حتى إن غيبك عنا القدر اليوم إلا أنك ستبقى حيا في قلوب الملايين، فرحمك الله يا كدو وأسكنك فسيح جناته.